السلام عليكم الاخوان والاخوات، ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نهضروا على واحد المشكل اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس. المشكل شنو هو؟ عندي سياره مشيت ندير الفيدونج، وسيرتو دابا في الصيف. ملي كيدخل الصيف بزاف منا كنبغيو نديروا الفيدونج، ولكن ما كتكونوش عارفين الارقام ديال الزيوت اللي غادي ديروه. كتمشي عند ميكانيكي كتقول له بغيت ندير الفيدونج، كيقول لك غتمشي تجيب لي الزيت ديال 20 دوبل في 40، او غتجيب لي الزيت ديال 15 دوبل في 40، او غتجيب لي الزيت ديال 10 دوبل في 40. وانتايا في الكتالوج عندك ديال السياره، او نصحك شي ميكانيكي كيكون يعني متمرس عارف في المهنه مزيان، يعني في الميدان ديال الميكانيك، كيقول لك اودي هذه السياره ديالك ديال 2000 راه الزيت ديالها المطلوب هو 5 دوبل في 40. او كاين واحد الفئه اخرى كتمشي مثلا عند ميكانيكي كيقول لك او لا بزاف السياره ديالك راه تمشات يعني 200000 كيلو. كتقول ليه اش من زيت اللي خصني ندير؟ كيقول لك خاصك دير الزيت ديال 10 دوبل في 40. كتقول له علاش؟ كيقول لك حيت السياره تمشات بزاف. ملي السياره كتولي تمشى بزاف راه خصنا نبدلوا ليها الزيت ديال الفيدونج ديالها، كنديروا ليها من الرقم الصغير كنردوها للرقم الكبير. هذا الاخوان راه خطا. نهضروا اولا على الزيوت اللي كنديروهم في الصيف وكنديروهم في البرد. المناطق اللي كيكونوا بارده بزاف كنديروا ليهم الزيت ديال 5 دوبل في 30. اما المناطق اللي كيكونوا يعني حارين او معتدله كنديروا ليها الزيت ديال 5 دوبل في 40. فلهذا اللي حليتي الكتالوج ديال السياره ديالك على السيارات الموديل ديال 2000 للفوق كنهضر دابا. فلهذا الا حليتي الكتالوج ديال السياره ديالك اللي هو الكتاب الدليل ديال المستخدم، غتلقى فيه جوج ديال اللزوجات. كيوصيوك باللزوجه ديال 5 دوبل في 30، وكيوصيوك باللزوجه ديال 5 دوبل في 40. هاد ال 5 دوبل في 40 تقدر تمشى عليها الشتاء والصيف. ما يجيش شي واحد يكذب عليك يقول لك بدل هاد الزيت هذا، يعني لا دير الزيت ديال 10، دير الزيت ديال 15. اما السيارات ديال التسعينات، يعني من 90 حتى ل 99، اش من زيت اللي كتصلح لهم؟ كتصلح لهم الزيت ديال 10 دوبل في 40. الزيت ديال 10 دوبل في 40، سواء كان الجو سخون سواء كان الجو بارد. اما السيارات اللي في الثمانينات، يعني في الثمانينات كلهم، من الثمانينات للتحت، هاد السيارات كلهم كيخدموا لهم جوج ديال الزيوت، الزيت ديال 10 دوبل في 40 والزيت ديال 15 دوبل في 40. اما دابا هاد السيارات مثلا ملي كيجي الصيف وغنغير ليها اللزوجه، يعني مثلا عندي سياره كتدي الزيت ديال 10 دوبل في 40 وغندير ليها الزيت ديال 20 دوبل في 40، هنا كون على يقين بانه مع المده المحرك ديال السياره ديالك غادي يتضرب. كيفاش غادي يتضرب؟ كيف ما كنعرفوا كاع القطع اللي كتكون متحركه في القلب ديال المحرك خاص الزيت تدخل ما بين الخلوص، وقيل هكا كيقولوا لها باللغه العربيه الخلوص، يعني هذاك الخوا اللي كيكون هكا ما بين القطعه والقطعه. الا جينا نعبروا ما بين القطعه والقطعه، يعني دوك الخلوص اللي كيكونوا ما بين القطعه والقطعه كيكونوا بواحد الجزء ديال الملي اللي هو رقيق بزاف بحال الشعره، الزغبه ديال الشعره لاصقه بين حاجه وحاجه هكا. ايوا شوفوا الزيت فين خاصو يدوز. تخيل معايا انت الا كبيتي العسل او زيت كيكون خاطر بزاف تكبو بين دوك الخلوص، واش غادي يدوز؟ دابا بين هكذا وهكذا. واش الا كبيتي الزيت هنا غيدوز؟ لا، غيدوز هنا وغيدوز هنا، ولكن في الوسط ما غاديش يدوز. اوكي، علاش؟ حيت هو زيت غليظ. اما الا درتي واحد الزيت اللي كيكون تخليقي ومخصص لهذوك الخلوص، غير كتكبو كديرها كتلقى الزيت داز ليك هنا وهنا، بحال الشغل ديال لالكول ولا الشغل ديال ليسانس. الشغل ديال لالكول او ليسانس في جوا صغيره كيدوز ليها كيدخل، فهمتوا؟ ايوا هذه هي يعني الطريقه ديال الخدمه ديال الزيت، الزيت اللي كيكون مخصص لهذيك المركبه. ندوزو دابا الناس اللي كيقول لك لا راه حقا عندك السياره تمشات 250000 كيلو، تمشات 300000 كيلو، لا والو، كيقول لك وهو طارت معزه، هاد السياره تمشات 250000 كيلو، الزيت ديالها هو 10 دوبل في 40 او هو 15 دوبل في 40. هاد الشيء الاخوان راه ما كاينش منه، ما كاينش منه. الشركه المصنعه ملي كتصنع لك واحد السياره وكتعطيها لك كتقول لك
او كتعطيك الكتاب ديالها كتقول لك غدير الزيت ديال 5 دوبل في 40 او الزيت ديال 10 دوبل في 40 او الزيت ديال 15 دوبل في 40. هاد السياره مخصصه ليها هذيك الزيت، يعني ما تلعبش ليها في اللزوجه ديال الزيت واخا تمشات مليون كيلو، اوكي؟ يعني ما تبدلش ليها اللزوجه ديال الزيت. هاد الشيء ما كاينش كاع شي شركه مصنعه ديال شي سيارات كتقول لك السياره ديالي او المحرك ديال السياره ديالي الى وصل مثلا 200 الف كيلو غتبدل ليه اللزوجه ديال الزيت مثلا من 10 ل 15 او من 5 ل 10 او من 15 ل 20. هذا الشيء راه ما كاينش، هذا الشيء راه غير الفلاسفه عندنا حنايا هنايا في الدول العربيه والعلماء ديالنا ديال الدول العربيه المطرقه والسيزو علق بلاكا وداير بانه هو راه كيفهم في المرسيدس والبيام وواو كذا وانايا والبليمه ديال البيام هنايا حيد بلاك واو انا راني فقيه في هذا الشيء. هذا الشيء راه ما كاينش منه الاخوان. عندك السياره ديالك ملي كتشريها كتسقسي مولاها خويا اش من زيت كدير لهاد السياره. كان شي انسان قاري واعي وفاهم راه كيطبق داك الشيء اللي عنده مكتوب في الكتيب ديال السياره، يعني الدليل ديال المستخدم. كان كيدير الزيت ديال 10 دوبل في 40 يعني مده ديال 15 عام، راه ماشي غادي تجي غتبدل ديك الزيت، كتولي كتبقى كدير هذيك الزيت ما عندك ما غادي دير، ما عندك ما غادي دير، نهار غتعطل ليها زيت رقيق السياره غادي تولي عندك كتقرق بالداخل، فهمتي؟ اما مده ديال عامين ونص كان كيدير ليها الزيت ديال 10 تقدر هنايا تنقص شويه بشويه، كتجيب فيدونج غليظ مع فيدونج رقيق كتخلط هذيك الكميه اللي غادي دير، بحال اللي غادي دير واحد كيفاش كيقولوا له، غادي تعود المحرك ديالك على ديك اللزوجه ديال الزيت اللي كتكون رقيقه. كتخلط فيدونج غليظ، مثلا عندك سياره كتدي 5 لتر 7 لتر كتجيب واحد الكميه ديال 2 لتر ونص مثلا 5 لتر، 2 لتر ونص ديال زيت 10، 2 لتر ونص ديال زيت ديال 5 نفس الشركه او نفس الماركه، كاسترول ليكوي بي جي يعني كيف يكونوا نفس الشركه. كتجيبهم كتخلطهم كدير الفيدونج الاول كتولي كتمشى به واحد المسافه ديال 5000 كيلو او 3000 كيلو او 4000 كيلو. الفيدونج الثاني كتجيب يعني واحد الكميه مثلا 5 لتر غادي دير 3 لتر ديال الزيت، 3 لتر ديال الزيت من 10، وهذيك الخمسه اللي غادي تبقى باش تكملها كتجيب 2 لتر كتجيب عفوا كتجيب 3 لتر من هذيك الزيت ديال الخمسه وكتجيب 2 لتر ديال الزيت ديال 10 نفس الشركه ونفس الماركه، كتخلطهم وكتولي تمشى بهم. والفيدونج الثالث صافي كدير فيدونج اللي هو عادي ديال الخمسه كتكبو في السياره ديالك، ودائما كتحضي المحرك واش ما كيخرجش يعني ما كينفش الزيت من الجناب والى اخره، واش ما كاينش عندك شي تسرسير شي تقرقيب والى اخره، وكتولي كتمشى بالسياره ديالك. اما الى عندك سياره من شحال هادي هما كيديروا ليها يعني واحد السنين اللي هي طويله 10 سنين 7 سنين كيديروا ليها الزيت ديال 10، فهنايا ما كننصحكش انك تمشي دير هذه الطريقه هذه اللي هضرنا عليها من غير الا درتي هذا الشيء اللي قلت لك عليه، يعني كتنقص من اللزوجه اللي غادي تلقى وقف عندها المحرك كيسرسر وكيدير التقرقيب، واللي رجع للزوجه ديالك اللي كنتي كدير شحال هذه. وصلنا لنهايه الفيديو، بارطاجوا المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى شي فيديو جاي ان شاء الله.